يعني يا إبراهيم باشا، يا صاحب السؤال يلي فتحت المجرور بتاع التدخين، طبعا انت زعلان جدا مني دلوقتي ويمكن ما تشوفنيش تاني، يمكن، بس والله انا بنصحك من قلبي فعلا. انت بتسأل عن التدخين الالكتروني والشيشة الالكترونية والكلام ده، انا هسألك سؤال، انا اللي هسألك مش انت اللي هتسألني. هقول لك يا ابراهيم، احنا عرفنا ان السجاير بتعمل المصايب دي كلها بعد كام سنة؟ بعد كام سنة؟ التدخين طلع في 1700 وحاجة، بعد كام سنة العلماء اكتشفوا ان له علاقة بالسرطان، اكتشفوا له علاقة بالاكسجين، اكتشفوا له علاقة بالشيروين التاجي، بعد قد ايه؟ بعد فترة طويلة جدا من الزمن، بعد 100 سنة اكتشفنا ان السجاير بتعمل مصايب. الالكترونيه دي يا ابني ما فاتش عليه حاجه، ما فاتش عليه 3 4 سنين لسه ما نعرفش بتعمل ايه، ما يمكن بتعمل مصايب اكتر بس احنا ما نعرفش. وبعدين تعالى بقى اكلمك كلام اللي هو الافلام العربي بقى. زمان كانت السيجاره دي شياكه، كانت شياكه. عماد حمدي حط سيجاره في طرف بقه فكل الناس تحط سجاره، شكري سرحان يحط سجاره، زكي رستم، الناس اللي احنا حبيناهم دول كانوا مدخنين وكانت شياكه. دلوقتي لا يا حبيبي، دلوقتي لما تحب تشرب سجاره في المطار بتخش اوضه الفيران، بتخش اوضه في منتهى القذاره، ريحتها وحشه جدا، فيها مجموعه من الناس اتفقوا انهم يضروا بعض، لان لسه هتكلم عن التدخين السلبي، يعني ايه؟ حاجة حقيرة جدا وقذرة جدا، تأنف النفس انها تخشها. والله وانا معدي رايح اركب الطيارة ابص على المدخنين دول يصعبوا علي، اقول زي قبلك. طب زمان كان شيك، كانت شياكة، طب دلوقتي؟ دلوقتي على قط الفيران يا جميل لو انت عايز تدخن، فلا هي شياكة ولا صحة ولا فلوس ولا اي حاجة. وبعدين تعالى يا ابراهيم، ما انت اللي فتحت على نفسك الفتحة يا ابراهيم. يسأل المرء عن كل شيء يوم القيامة، يسأل المرء عن كل شيء. انت بتشرب لكن ما معكش العداد، لكن ربنا سبحانه وتعالى مع العداد. حي يقول لك يا ابراهيم انت صرفت 180 الف جنيه سجاير، ما هو العداد محسوب على فكرة، ده أقل رقم، والله ده أقل رقم. اللي هيعيش 65 سنة مدخن بيشرب أكتر من 180 ألف جنيه سجاير، سجاير بتغلى وهو متمسك بيها، هو بيشتري بالتقسيط فمش داري بال 180 ألف. يوم القيامة حضر الإجابة، إن حضرتها كمل سجاير، إن حضرت الإجابة وأنت تقف بين يدي الله كمل سجاير. يقول لك يا إبراهيم أنت صارف 180 ألف جنيه سجاير، ابنك كان عايز جزمة ما جبتهالوش، جارك كان بيلم فلوس عشان يعمل قلب مفتوح ما سألتش فيه، الست اللي بتبيع فجل قدام بيتك ما كانتش لاقية تاكل في هذا البرد ولا كأن ولا حركت فيك شعرة. ده يوم القيامة وانت تقف بين يدي الله يقول لك على الرقم اللي صرفته. أظن يعني بعد الكلام اللي قلته ده نخلي بالنا كويس جدا جدا جدا. هو كان بيسأل الأساس في سؤال إبراهيم عن النهجان. النهجان عرض وليس مرض. النهجان عرض وليس مرض. زي ما اقول فلان مصدع، مصدع مش معناه انه عيان خالص، مصدع بيشتكي من الصداع، ممكن ضغطه عالي، ممكن ورم في المخ، ممكن حالته النفسية وحشة، عنده صداع عنقودي، ممكن صداع نصفي، ممكن مخبوط، ممكن عنده جيوب انفية وعامل صداع، ممكن نظره مش مظبوط ومصدع،
ممكن رقبته فيها فقرة ومصدع، ممكن عنده بص انا قلت كل كم حاجة. اذن الصداع عرض وليس مرض، النهجان عرض وليس مرض. يعني واحد بينهج عنده ايه؟ تعالالي بقى، تعالى ده انا ههريك اسئلة وههريك كشف وههريك ابحاث اشعات وتحاليل و و و. هل تعلموا ان اللي عنده فشل كلوي بينهج؟ هل تعلموا كده؟ اللي عنده فشل كلوي بينهج والله. تقول لي طب ده نهجان في مخي على انه يا رئه يا بالكتير قلب، اقول لك لا اطلاقا. هل تعلم ان الست الحامل بتنهج؟ هل تعلم هذا؟ الست الحامل في نهايه الحمل على الشهر التاسع بتنهج. هل تعلم ان التخين بينهج؟ كل دول مش مرضى، كل دول مش مرضى وبينهجوا لو طلع 10 سلمات بينهج. اذا النهجان موضوع يستحق نتكلم عليه.